عايزين بقى دلوقتي نشوف احنا لو طلبنا 103 هنخرج من البرنامج، وهنطلب اكستنشن 103. 103 مكتوب عنده انكامينج رينج على الشاشة، لكن مكتوب مين اللي بيتصل بيه، لان خطوة ازالة رقم الطالب على الخط العدد السنجل لسه ما اتعملتش. طيب نجرب نخش البرنامج عشان نظبط إظهار رقم الطالب على العدد العادية بالنسبة للداخلي، وطبعا الخارجي لما يركب كارت الإظهار هيبقى جاهز للعدة العادية. بروجرام نجمة مربع 1 2 3 4. الخطوة اللي بتتحكم في إظهار الرقم الداخلي على العدة العادية هي 628، وهي اسمها SLT Caller ID. SLT Caller ID لو انا عملت Next هيسألني على الجاك، لو انا عملت Next كمان مرة هيكتب لي ان جاك 1 ديسيبل وهكذا لحد 24. انا عايز اعمل لها Enable على جاك 3، تمام؟ يبقى نرجع نشوف الخطوة من الأول تاني بالترتيب بتتعمل ازاي. الخطوة هي 628 سنجل لاين تليفون كولر اي دي سبيكر، بيسألني على الجاك، أنا طبعا العدة بتاعتي بجاك 3 فهكتب له 03، فكتب لي إن 03 ديسيبلد، هسيلكت إنها تبقى انيبل، بقت انيبل، هستور على كده، هخرج من البرنامج وهرجع اطلب 103. غيرت وكتبت ان اللي بيتصل بيه